بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعلم أن الكثيرات متعبات السفر ثم طول الجلسات، لكن حديثي بإذن الله سيكون حديث الروح، وحديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. المرشدة في الجلسة الأولى تكلمت عن التأصيل الشرعي والقانوني للمرشدة، فعلمنا أننا وأخونا الإمام نتشارك المنصب ذاته في التوجيه والإرشاد والإصلاح للمجتمع وغيره، لكن قد لا نوصف المرشدة إن قلنا أن لها دور مع أخيها الإمام في الإرشاد، بل المرشدة هي الدور كله لأنها منشئة الرجال. موضوعي في هذه الجلسة هو مساهمة المرشدة في التماسك الاجتماعي ومحاربة الآفات، تلك الآفات التي تعصف بالأوطان وتزعزع أمن البلدان. لكن يقيننا أن بلدنا الجزائر الذي سقي بدماء الشهداء حالي بالمولى سبحانه وتعالى أن يحمي هذا الوطن ويحمي هذا البلد. ورحم الله الإمام الثعالبي لما قال: إن الجزائر في أحوالها عجب، ولا يدوم بها للناس مكروه، ما حل عسر بها أو ضاق متسع إلا ويسر من الرحمن يتلوه. فائزة هي تلك المرشدة التي يكون لها حظ في خدمة هذا الوطن وخدمة هذا الدين. ورحم الله زبانا لما قال: بنا أو بغيرنا ستحيا الجزائر. فبك أيتها المرشدة أو بغيرك سيحفظ الله سبحانه وتعالى هذا البلد، فاللهم استعملنا ولا تستبدلنا. فما هي مساهمات المرشدة في إصلاح المجتمع وتحقيق تماسكه ومحاربة الآفات؟ الموضوع طويل وذو شجون، لكن سأقتصر على بعض النقاط حتى لا تحاسبني السيدة الرئيسة أو أميرة الجلسة. وقديما قال البشير الإبراهيمي: أميرنا يميرنا بخبزة، فإن طلبنا غيرها فدبزة. فلا أريد أن أشاجر في هذه الجلسة. طيب، الموضوع قلت هو المساهمة، كيف تساهم هذه المرشدة؟ نقطة أشار إليها السيد الفاضل معالي وزير شؤون الدنيا والأوقاف في الأسرة في حد ذاتها. المرشدة وهي تتعامل مع النساء غالبا، وإن كانت تتعامل مع بقية شرائح المجتمع في وسائل التواصل الأخرى، لكن غالبية من تتعامل معهن هن النساء، فإنها مطالبة بتوعية المرأة بضرورة تعهد الأسرة. هذه الأسرة التي ما زالت وباقية إلى وقتنا هي النظام الأصلح لحماية المجتمعات ودوام استمرارها وتماسكها، والمرأة الأم في الأسرة هي الدعامة لحماية هذه الأسرة. ذلك أن هذه الأم على أكتافها الصغيرة تقع أعباء كبيرة، فكيف هو دور هذه الأم؟ هذا من شأن المرشدة أن تفهم هذه المرأة دورها الرئيس في بناء وحماية الأجيال، خاصة ونحن نرى في زماننا أجيالنا أصبحت تخترق بالمخدرات والمهلوسات، يعني وصلنا إلى التخدير عبر الأنترنت، مواقع تسمحها فتخدر بها، فيعني خلاص صعوبة. فواجب الأمر المرأة على أكتافها أعباء ثقيلة جدا في حماية هذه الأسرة، تتبنى هذا الواجب الأول اللي هو أول واجباتها، ولها بعد ذلك أن تلي من الأعمال ما يناسب طبيعتها ويحفظ لها كرامتها. ولذلك ابن باديس رحمه الله لما جو سألوه وقالوا له: هل يجوز للمرأة أن تسوق الطائرة؟ لم يجب عن السؤال. في ديننا الأمر واضح، وهذا يعود إلى موضوع الأخت للفتوى وغيرها، لكن هو أعطاهم إجابة مباشرة، قال: والله لئن تنجب لنا من يسوق الطائرة خير من أن تطير، لأنه خافها الطير وما ترجعش. وطار نساء كثيرات في زماننا ولم تعد إلى أصلهن، فأين هو دور المرأة داخل الأسرة؟ هذا واجب، بارك الله فيكم، هذا واجب من واجبات المرشدة. بديع الزمان النورسي رحمه الله وش يقول؟ يقول: أقسم بالله أن أول درس أثر في ولا زال يتجدد هو تعليمات أمي، ولقد درست على أكثر من 80,000 شيخ، أجد كل دروسهم إنما تبنى على بذور الدروس التي ألقتها أمي. سيد قطب رحمه الله لما يتكلم عن والدته يقول لها: كنت تربينني مذ كنت في المهد صبية،
وكنت أشاهد أحلامك التي شهد مولدها مولدي، فكان يتسرب في خاطري أني شيء عظيم وأني مطالب بتبعات تلك العظمة. هذه إسهامات المرشدة اللي تنقلها للمرأة الجزائرية حتى تحافظ على الأسرة، فتكونها بتعاليم الإسلام وتعاشر زوجها وذريتها داخل الأسرة بتعاليم الإسلام، لأنها لن تحمى أسرنا في أوطاننا إلا بتعاليم الإسلام. ورحم الله عبد الحميد كشك لما قال: تخطبون بغير طرق الإسلام وتتعاشرون في بيوتكم بغير طرق الإسلام، فإن وقعتم في مشاكل بحثتم عن الحل في الإسلام، فإن لم تجدوا حلا اتهمتم الإسلام، أنتم لن تحكموه فلما تتهموه. فهذا دور المرشدة حتى تعلم النساء كيف يؤسسن أسر مسلمة محصنة من الهجمات الدخيلة. المساهمة الثانية للمرشدة هي أن تساهم في إذكاء روح العزة وتأصيل الانتماء للإسلام والجزائر. الآن لما انفتح شبابنا على العالم بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي والعولمة حتى أصبح العالم قرية، الجيل أصبح يذوب. المرشدة واجبها أن تعلم هذه الأجيال أننا ننفتح لكن لا ننبطح، أننا نتكيف لكن لا نتلف. هذا واجب المرشدة الذي تغرسه في هذه الأجيال وفي المرأة، وهي بطريقة غير مباشرة تغرسه في ذريتها، وإلا لضاع. الآن شوفوا كثير من هذا الجيل قلبه وعقله وخاطره مشدود إلى بلاد المهجر وزاهد في تراب الوطن، ولن يجد أحن عليه من تراب الوطن. فأنفك منك ولو أجدع، يدك منك ولو شل. المرشدة وجب عليها أن تربي هذا الجيل وتذكره بأسلافنا أن الجزائر ما استقلت إلا بمثل شباب حافظوا على الهوية واعتزوا بالأصالة وبالإسلام. جميلة بوحيرد لما تقول: كنت عائدة من المدرسة أردد أنشود أقول فيها نحن شعب القالو، فجذبتها أمها بشدة وقالت: من القالو؟ هذه قصيدة احفظيها لتعيديها لهم في المدرسة لأجل الاختبار. أنت أصولك العرب المسلمون وما كنت يوما من شعب القالو. هذه الأم تربت على تعاليم عبد الحميد بديس الذي قال: إن الجزائر ليست فرنسا، وما كانت يوما فرنسا ولن تستطيع أن تكون فرنسا ولو أرادت. هذا الذي يجب أن نعلمه للشباب، الاعتزاز بالانتماء للإسلام وللجزائر. يقول: وأنك لن تجد عزة إلا بالانتماء لهذين الأمرين. قال عبد الحميد باديس رحمه الله لما قالوا له: لمن تعيش يا ابن باديس؟ قال: للإسلام والجزائر. إحنا الآن قطعوا السراويل قطعنا، أهبطوا السراويل أهبطنا. نحكي لكم قصة عندنا في تلمسان، في منطقة أعلى منطقة في تلمسان تسمى سبدوية منطقة الثلوج، وشيباني هابط كبير رايح يطلع للحافلة يوضع العمامة الشد على رأسه، فإذا بثلة من الشباب نظراتهم تشير إلى السخرية، أنه وكأنهم رم يقولوا له أعرابي في المدينة. فقالوا له الحاج وسراويلهم تدلى إلى نصف الخاصرة، فقالوا الحاج هات يدك نطلعك. قال لهم: وليداتي انتم طلعوا غير سراويلكم، أنا نقدر نطلع وحدي. قال لهم: فرنسا قصعة قرن وثلاثين عام ما قدرتش تنزع لنا هذا الشد من على الرؤوس، انتم قصعة وهاتف نقال هودت لكم السراويل. فوجب علينا أن نعلم الشباب كيف يعتز بالأوطان، وأنه لو مسخ نفسه مسخا لن يتقبله العالم الغربي، يستحيل يتقبلك. فتذكر قول عمر بن الخطاب: كنا قوما أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فلو طلبنا العزة في غير الإسلام لأذننا الله. ورحم الله أحمد مطر لما قال: قالوا نريد قتلك، قلت لا تقتلوني. قالوا: ولكنك عربي مسلم، قلت صرت نصرايوني لكن لا تقتلوني. قالوا: ولكن اسمك محمد، قلت صرت جوني لكن لا تقتلوني. قالوا: ولكن عيناك سوداوان، قلت بالعدسات أستبدل عيوني لكن لا تقتلوني. قالوا: ولكن لك لحية، قلت سأحلق اللحية وشعر الرأس وحتى أهذاب الجفون لكن لا تقتلوني. قالوا: ولكن في عروقك دم عربي إسلامي، قلت إذا سأستسلم لأنياب المنون. فاعتز أنت بعروبتك ولا تنتظر شخص يعتز بك. من المساهمات التي تقدمها المرشدة تحصين أفكار الأجيال، تحصين أفكار الأجيال من الهجمات الدخيلة وإثارة المسائل الخلافية والنعارات. للأسف الشديد هذه الهجمات وهذه المسائل الخلافية التي تثار هي تسمم العقول وتثير النعارات وتوسع الخلافات،
فتزيل المرشدة من المفروض تزيل هذه الخلافات بحكمة، تزيل هذه الخلافات بقوة الممارسة العلمية، بقوة الزاد العلمي الذي تملكه، بحسن التصرف والليونة في الدعوة. هكذا نؤلف، تفهم هؤلاء الشباب أننا أهل وطن واحد ودين واحد، فلما لا نوحد الجهود لاستثمار خيراتنا وبناء أوطاننا بدل من الخلافات البسيطة التي يجب أن لا تذهب للود قضية. فإن كان الكثير الذي يجمعنا أو الكثير الذي نتفق عليه لا يؤلف بيننا، فلما يفرق بيننا القليل الذي نختلف فيه؟ هذا فقه الأولويات من المفروض أن المرشدة تتعلمه وتعلمه لرائدات المساجد ولمن يدرس عندها. العربي التبسي الشهيد الذي لا قبر له، لما جاءوه جماعة يستفتيوه كما يحدث لنا في المساجد، فقالوا له يا إمام هل يتشهد هكذا أم يتشهد هكذا دون تحريك الأصبع؟ شاف فيهم قالوا يا وليداتي خدكم في الجبرم يتشهدوا هاك بالضغط على الزناد. يعني احنا في مرحلة نحارب عدوا كافر قد لا يتركك لا تتشهد هكذا ولا هكذا، سيحولك تتشهد هكذا. فكان الأولى أنك ترتب بين الأولويات، وفقد الترتيب ما بين الأولويات من جملة الشرور. آخر مساهمة أتحدث عنها وبها أختم، توضيح التصور الإسلامي حول العلاقة بين المرأة والرجل، تلك العلاقة التي ساعدت نساءنا مع رجالنا في تحرير الجزائر. جندي فرنسي سألوه قالوا له ما الشيء الذي أدهشك حينما كنتم في الجزائر؟ قال كان يدهشني حينما نهاجم الدشر جري المرأة الجزائرية إلى الزريبة تلطخ جسمها ووجهها بروة الماعز والبقر، قال حتى نعافها فلا نقربها. قال فكنت أقول في نفسي إن كانت هي لأجل الحفاظ على شرفها تسمح لنفسها أن تسبح في حمام النجاسة، فكيف تكون صلابة الرجل في الدفاع عن شرفها؟ هذه المرأة التي ساندت الرجل، فحق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال. تلك الأخوة والعلاقة بينهما أغضبت وأقلقت فرنسا، حتى قال روجي مونيه قال إن الرجل الجزائري قوة صلابته من المرأة. قالوا كيف؟ قال إنها ترضع ابنها مع لبن تديها حب الجزائر والإسلام والتضحية في سبيلهما. جهلوا هذه المرأة، حاربوا هذه المرأة، واخلقوا التناقض بينها وبين الرجل. الآن فعلا يخلق التناقض بينها وبين الرجل، حتى أن فرانس فانون لما ألف كتاب عنوانه الجزائر ترفع نقابها ويطالب فيه بتحرير المرأة الجزائرية، وفيه مقولة في الكتاب يقول علينا أن تكون المرأة معنا وباقي الشعب سيتبع، ماذا رد عليه عبد الحميد بن باديس؟ قال إن كنتم تريدون تحريرها فارفعوا حجاب الجهل عن عقلها قبل أن ترفع حجاب الستر عن وجهها. هذا إمام كان يدرك أولويات وقته، فكيف لا ندركها نحن؟ لما العلاقة علاقة تناحر وتنافر بين الرجل والمرأة؟ وما كان أبي أو زوجي أو أخي أو ابني في يوم عدو لي، إنما إن نجحت كنت سندا له وامتداد، وإن نجح كان كذلك سندا لي وامتداد. فالمفروض أننا نوضح العلاقة ومفهومها. ورحم الله البشير الإبراهيمي لما قال ظلموا أنفسهم قبل أن يظلموا المرأة، هدموها فهدمتهم من غير قصد في أبنائهم، أفسدوا كونها فحرموا عونها. نحن نريد لهذه المرأة أن لا يفسد كونها حتى لا نحرم عونها. أقف عند هذا الحد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.